صباح الخير جايز، كيف حالكم؟ أمس نمت أشتغل، فاللابتوب جنبي، عندي كان مشروع يعني مرة كبير فلازم كنت أخلصه قبل الأحد. كنت مفرقة الغسيل يمكن الخميس، بس توني أفضى أحطه يوم السبت. وفي أحد قال لي أحس حياتك مرتبة، فهذا الفيديو لا، إنه هذه غرفة ملابسي بهذه الحوسة، فلا تصدقون كل شيء على الإنترنت. بسوي لها ريموديلينج، بس متى ببدأ ما أدري، حتى الأشياء ما بعد شريتها. ممكن أصورها بلوج نشوف. المزاج كان أقل من عادي مع أن الراتب كان نازل، بس ما خلق أسوي لي فطور أو شيء، فالليفتوفرز فطاير من أمس، يعني ما تعتبر فطاير هي، بس يعني back to reality. أخ عندي شغل أحتاج يوم الأحد وتجاهلته، يعني كم لنا اشتغلت عليه شوي الخميس شوي الجمعة، بس يعني اليوم المشكلة اليوم بطلع بعد عندي طلعة، فلازم اشتغل عليه الحين وخلصه وارتاح نفسيا أنا، لأنه ما أدري روك وش هي الكلمة؟ قال لي إياها أحد ذاك اليوم، procrastination، whatever، اللي هو التأجيل، إنه أحب أأجل إلى آخر لحظة، عشان أخلي نفسي you've got to do it now، مو إنه I have time. وهذا صحيح وغير صحيح، لأن اشتغلت عليه، يعني I started doing it so it's not whatever. أنا بجع عن الموضوع الحين، هذا الشيء اللذيذ تسويه لورينا، طبعا ما تسويه اللي قلتي لها سويه، ما تحب تسويه، زي السمير التركي بس أنا مو قاسي، يعني مرة طريق وجواته كذا قطع جبن.
اليوم يومي. أنا بينا كمامة بس. والله حلوة سعارة، مو غالية زي المحلات الثانية. تمام، جلست الدور يمكن نص ساعة أدور شيء أمي تبي مدري وشو، بس أقول نفسي إذا شفته بعرفه، إذا شفته بعرفه. يا الأما بعد عرفته، فوش ملك إني ألقاه. المشكلة بدق عليها، خلاص بدق على أمي. طبعا أتذكرت أمي تبي شيء شامبو صدر، خالاتي قالوا عنا فيعني لازم نشتريه. و تبي وشو قالت؟ في ذا حق الأظافر حق الكيوت كيرلز، بس من اليوم وأنا أدور ما لقيته، شكله مو عندهم. وشو ذا؟ لا نرى ما احتاجينه. اوكي نورا وش شريتي؟ والله ما أدري. وجبة متكاملة طبعا بغض النظر عن رجل امي. نسيت اني ما عاد امي نروح ايكيا، رجعت من النادي ونروح ايكيا. واو، ذكريات في الساحل لما كانت فاضية ونلعب بال ما مشكلة اسمها هذه كذا مسطحة كرينها حقتهم عربية اي مو باللي زي كذا، لا اللي تحطون فيها الاشياء اللي تشترونها. كنت دائما فحت ميك اب وشعري بسرعة، فجلست استنى صاحبتي تخليني اركبها زوزو، وانا ما تخلصت فعلى نفس وضعها للحين. هذا كان يومي، باي.